بالنسبة لطلاب المهني هم ببلشوا بمرحلة بحياتهم يشتغلوا أول إشي يتدربوا، بعدها بنتقلوا ببلشوا بعملهم الخاص. فعشان يوصلوا لهاي المرحلة بدهم يتعاملوا مع الزبائن لحالهم، بدهم يحسبوا حساباتهم لحالهم، فرح يواجهوا صعوبات بهذا الموضوع. وبالنهاية تقريباً معظم طلاب المهني بحاول يكون حلمهم إنهم يشتغلوا بشكل مستقل، فعشان هيك التدريب الريادي جداً مهم لطلاب المهني. التدريب بيساعد الطلاب المهنيين ليقدر يعمل خطة عمل. هاي خطة العمل بتتضمن نواحي تسويقية وإدارية ومالية، بتساعدهم بنفس الوقت إنهم يعرفوا قديش التكاليف لمشروعهم وكيف يقدروا يديروه وشو أفضل خطة تسويقية لهم. أهم إشي بشوفه إنه هدول الشباب هم صغار ولسه قدامهم طريق طويلة، فهم بدهم يفكروا يستثمروا بمستقبلهم، يستثمروا من ناحية مهاراتهم كيف يطوروها بأحسن شكل ممكن، وكمان يستثمروا اللي هي كيف بده يكون مستقبلهم من ناحية مشروع مهني. الطلاب المهني اللي بيحصل على تدريب الريادة بيكون عندهم ثقة أكثر بنفسهم وبمشروعهم إنهم يبدأوا المشروع يفتحوا من الأشخاص التانيين اللي ما حصلوا على تدريب الريادة. بنفس الوقت الأشخاص اللي بيحصلوا على تدريب الريادة بيكون لهم فرص أكبر إنهم ينجح مشروعهم، لأنهم بيكونوا أخذوا الأساسيات والمهارات اللي يقدروا يطبقوها على أرض الواقع من الأشخاص التانيين اللي فتحوا بس ما كان عندهم القدرة إنهم يعملوا حساب تكاليف أو خطة تسويقية أو خطة عمل تضمن لهم نجاح المشروع تبعهم. أنا بنصح طلاب المهني إنهم ياخذوا تدريب الرياديين Start Your Business مع مشروع الـ VIS، لأنه هذا راح يساعدهم بأنهم يفتحوا مشروعهم ويدخلوا بالخطوة الأولى.